وأولى فقراتنا الصباحية اليوم رح نفردها للمساحة الطبية، واليوم رح نحكي عن المشاكل اللي بتعاني منها النساء، والمعروف والشائع أنه النساء بتعاني من عدة مشاكل نسائية، وأهمها يمكن يكون النزف الطمثي. بهي الحالة بيكون مفروض على الصبي أو الأنثى أنه تراجع طبيبة فورا. وقت نقول طمث أو نزيف طمثي فهذا وراء أسباب جدا كثيرة، ومن أهمها يا ليلى ممكن تكون الأورام الليفية. تماما يا رشا، والورم الليفي مو بس بيتظاهر بمشاكل ونزوفات الطمث الغير طبيعية، لكن له كثير مشكلات ممكن تعاني منها السيدة، واليوم رح نحكي أكثر عن هذا الورم. نحن كثير من السيدات بس يسمعوا بكلمة ورم أو كل الأشخاص بيخافوا إنه هذا الورم كلمة ورم رح يكون ورم خبيث، لكن اليوم رح نتعرف أكثر على هذا الورم، هل ممكن يتحول من ورم حميد لورم خبيث، وهي شو هي أشكاله وأيضا أنواعه وأيضا طرق العلاج والأسباب، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو الدكتور خالد حسن، طبيب مختص بامراض النساء وجراحه. يسعد صباحك يا دكتور. يسعد صباحكم وصباح متابعي الاخباري السوري بكل خير، شكرا على الاستضافه الكريمه. اهلا وسهلا دكتور خالد، الحمد لله على السلامه. اول شيء اليوم ضيفنا من الحسكه، يعني اليوم دائما بنحاول هيك يكون ضيوفنا من جميع المحافظات السوريه، نورت صباحنا لليوم. صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن مشكله خلينا نقول هي شائعه بين النساء وبتستدعي فورا التدخل الطبي، اكيد هي بنسب وحالات بين انثى واخرى. خلينا طبيا نعرف شو هو الورم الليفي. بدايه لحتى نحكي عن الورم الليفي لازم نلم باربع نقاط اساسيه ومهمه. بدايه عن ماهيته او ما هو الورم الليفي بشكل اساسي. الورم الليفي بالبدايه كتعريفه عباره عن تنشؤ حميد غير سرطاني، ولما انا بقول كلمه غير سرطاني فانا بدي نوه على سلامته، فنسبه خباثته تتراوح الى 0.02%، بمعنى هو من اكثر السرطانات النسائيه السليمه شيوعا، فهذا الشيء بياكد نسبه سلامته. فبالتالي انا لما بدي احكي للسيده انه انت عندك ورم ليفي ما بخبره انه انت عندك ورم ليفي، بالمقابل انا بقول لها انت عندك ليف على الحب. ليف يعني منلطف العباره شوي. فالاهم هون بياكد على الجانب المعنوي عند السيده، بياكد اني انا لازم ادعمها وانا بعد كلمه الورم عن اذن السيده لحتى تطمئن اكثر. هذا الجانب الاول. اثنين، لحتى اكد اهميه الموضوع لازم نفترض انا اعرف نسبه انتشاره شيوعه. هو من الشكايات النسائيه اللي بتواجهنا بشده، ممكن انا بالعياده النسائيه صادف تقريبا 6 لـ7 حالات بالاسبوع، فهذا الشيء بياكد على انتشاره ووجوده بالمجتمع. تقريبا نسبه انتشاره بتتراوح من 20 لـ40%، فتخيلي قديش هو موجود بالمجتمع ولازم نسلط الضوء عليه. النقطه الثالثه اللي بدي احكي عنها هي حجمه. بيتراوح بأحجام مختلفة، ما بين أحجام صغيرة تتضاءل لحوالي سنتيمترات صغيرة إلى أحجام كبيرة تصل إلى كيلوغرامات بأحجام مختلفة كبيرة. فهذا التدرج أكيد ما حيكون بليلة وضحاها، حيكون بتدرج فيه شهور وسنين. فهون بينبع أهمية المتابعة والعلاج مع طبيب النسائي المختص، وبيأكد على هذا التنويه بيعكس كمان على أعراضه المختلفة. لما بتكون بحجم صغير بتعطيني أعراض، ولما بيكون بأحجام كبيرة كمان بيعطيني بأعراض مختلفة تماما. النقطة الثالثة اللي هي مكانه، فوين حيكون هو موجود ضمن السبيل التناسلي وبيعطيني اعراض مختلفه، فبالتالي مكانه بيعكس اعراضه كمان. في بعض الاحيان. طيب دكتور، قبل ما نتعرف اكثر على اسبابه واعراضه ونفوت بالتفاصيل، خلينا نحكي مين هنون النساء الاكثر عرضه للورم الليفي، للاصابه بهذا الورم الليفي، بمعنى انه هل في نساء هنون اكثر عرضه للورم الليفي اكثر من غيرهم؟ ممكن العمر، ممكن اي اشكاليات ثانيه معينه، او احيانا بيقولوا انه في عوامل وراثيه ممكن تاثر على هذا الشيء؟ تماما. بدايه خليني نوه لفكره بانه السبب تشكله هو مجهول السبب، بمعنى ما في اليه دقيقه تفسر نشوء الورم الليفي، ولكن معناها خليني اقول انه كل النساء بدون استثناء هي معرضه للاصابه بالورم الليفي، ولكن هناك فئه معينه من السيدات هي بتكون معرضه اكثر من غيرها. بدايه القصه العائليه، فمعناها وجود قصه ورم ليفي او ليف بقلب العائله عند احد السيدات، عند احد النساء، هي بتخلي وراثي ممكن يكون. تماما تماما. فمثلا لو انا قلت انا الوالده عندها ورم ليفي، فممكن تعدي بنتها، فالقصه العائليه مو بمعنى تعديها كعدوى، وانما تصبح البنت مؤهبه اكثر، فمعنى القصه العائليه هي عامل حاسم وبيلعب دور بالقصه. اثنين، البدانه. مثل ما انا بعرف في فكره بتقول، واحده من الاليات اللي فسرت الورم الليفي بتقول بانه الورم الليفي بالاساس هو معتمد على هرمون الانوثه الاول اللي هو الاستروجين. فمعناها لما بيكون انا عندي اساسا استروجين عالي، فتصبح السيده مؤهبه اكثر لانه يكون هي عندها ليف على الرحم.
طب شو خص البداني اساسا معناها بالاستروجين؟ البداني هو سبب كل المشاكل تقريبا الامراض الجسديه. فالبداني تماما فالبداني يعني نسيج شحمي، ونسيج الشحمي يعني كوليسترول، واساس تركيب الاستروجين هو الكوليسترول، فمعناها وجود الكوليسترول هو يؤهب للاستروجين وبالتالي مزيد من الخطر للاصابه بالليف. ثلاثه، المبيض متعدد الكيسات او الكيسات اللي بتكون اساسا على المبايض هي كمان تفرز الاستروجين بكثره بالتالي تؤهب السيده للاصابه بالليف. أربعة، العرق الأسود، وجدوا بأنه بعض النساء ذوات البشرة السوداء أو ذوات العرق الأسود هي كمان مؤهبة لأنه تصاب بالورم ليفي بنسبة أكثر، فمعناها في نسبة معينة من النساء هي معرضة أكثر للإصابة، بالإضافة للعقم أو السيدات العقيمات أو قليلات الإنجاب لأنه هي بتكون معرضة للإستروجين الهرمون الأنوثي بشكل أكثر من غيرها من الولودات. طيب حكيم، ذكرنا نحن بالمقدمة أنه من أعراض الورم الليفي هو النزف الطمثي، يعني خلينا نروح لباقي الأعراض، وهل في إنذارات مبدئية ممكن تخلي الصبية تنتبه أنه هي عندها مشكلة؟ بداية حابب أشكرك على كلمة إنذارات لأنه هي جدا مهمة. بداية خليني أرشي راجع بلمحة سريعة أساسا عن سبيل التناسل الداخلي عند الأنثى، مما يتألف بشكل أساسي من رحم، من مهبل، ومن عنق رحم وبقين. فوين بيكون الليف موجود هو حيعطيني أعراض مختلفة، فإذا كان موجود بالرحم بيعطيني أعراض، إذا كان موجود بعنق الرحم بيعطيني أعراض وهكذا. بداية مثل ما بعرف الرحم يتألف من ثلاث طبقات أساسية اللي هي طبقة البطانة، مثل ما أنا لما بكون لابس جاكيت وبقلبه في بطانة فنفس الفكرة هي موجودة بقلب الرحم، مكان الانغراس والتعشيش الأول، بالإضافة للعضلية والطبقة الأخيرة الخارجية اللي أنا بسميها المصلية. فإذا كان موجود على مستوى البطانة من جوا بالإضافة للعضلية فأبرز تظاهراته حتكون النزف الطمثي، لان اساسا اساس الطمث هو من البطانه. طبعا لما بيكون انا عندي ليف قاسي حشمه كبير فهو حيسبب البطانه لي تماما حيسبب لي نزف طمثي، بالاضافه لانه ممكن يسبب لي اجهاضات مكان الانغراس والتعشيش الاول كما ذكرت فورم البطانه، فبالتالي حكما حيسبب لي اجهاضات متكرره فممكن يسبب للسيده حاله من العقم. اثنين، اذا كان موجود على طبقه المصليه من الخارج فمعناها منطقيا شو بده يعمل؟ بده يضغط على الاعضاء المجاوره للرحم اللي هي بشكل اساسي من الامام المثاني، فبيسبب لي تماما مو بهي الحاله، لا اذا كان على الطبقه الخارجيه المصليه حيضغط على المثانه فممكن يسبب لي انتانات بوليه، يسبب لي عسر التبول. طب اذا ضغطت من وراء على المستقيم شو ممكن يسبب لي؟ امساك، ممكن يضغط لي على اعصاب الحوض فبيسبب لي الم بقلب الحوض، ممكن يضغط لي على الاوعيه اللمفاويه فبيسبب لي وذمات لمفاويه بالساقين. والحالات كثير تماما، والاهم اذا كان بحجم كبير يصل الى كيلوغرامات، فشو متخيله اذا انثى حامله بقلب الحوض ليف بحجم كيلوغرامات؟ يعني كيلوغرامات شو ممكن يسبب شعراني بهذا تخيلي، فممكن بعض السيدات كولون فكره حالها كولون هيك يعني بهي النقطه. تخيلي ممكن تشكو السيده بسبب الاحجام الكبيره من الم وحس ثقل باسفل البطن، فهي شو بتعمل؟ فهي بكل شيء شو بتاخذ؟ بتاخذ مسكنات على مبدا بتاخذ مسكنات، هذا الشهر ترجع بتاخذ مسكنات وهذا الليف عم يكبر بحجمه لحد ما يوصل لاحجام كبيره لالم مفقم ما عاد تقدر تتحمله فبتراجع طبيب نسائي بسببه. النقطه الثانيه حتى النزيف، فهي بتصبر على النزيف شهر شهرين، ممكن تاخذ معنا حمل تسكت الموضوع على مدار شهور وسنوات لحتى توصل لمرحله بتراجعنا بخضاب بقيم خضاب متدنيه جدا تصل الى 6 او حتى 7 فبسبب الاهمال. فهون نحن بحلقتنا الاهميه هي التنويه على هي الافكار المهمه اللي ممكن ما التوعيه تماما انه لازم تنتبه عليها السيده. طيب دكتور، ذكرت حضرتك الإهمال ممكن أنه يستمر لسنوات والصبية ما تنتبه لهذا الموضوع أو تهمل هذا الموضوع. اليوم في حال صار هذا الشيء وكبرت كبر هذا الورم اللي فيه، شو هي عوامل الخطورة اللي ممكن تأثر عليها؟ تأثر على السيدة في حال الإهمال، أهم نقطة هي فقدان ما هو أشهر سبب أساساً لفقر الدم عند السيدات والنزف الطمثي. فالسيدة لما أساساً حتهمل الموضوع حتراجع بشكوى نزول خضاب، فهي حتعاني من فقر دم شديد، قد تضطر بعض الأحيان إلى أنه تنقل دم، بالإضافة لأنه ممكن هي تتعرض أساساً لنوبات ألم وحس ثقل، ممكن تعاني أساساً نفس الأعراض اللي أنا ذكرتها اللي هي الألم الحوضي، ألم أسفل الظهر، بالإضافة إلى الإمساك ومشاكل عديدة، مشاكل بولية. فأنا أساساً ليش حتى أنا أدخل بكل هي المشاكل دوامة. إذا أنا كنت قادرة أساساً كسيدة، هي كسيدة قادرة أساساً هي تشخص حالها بمرحلة مبكرة وتتابع مع طبيب نسائي مختص. طيب دكتور، اليوم ذكرت حضرتك نقاط عديدة من الشكاوي اللي ممكن تتعرض لها الأنثى، إنذارات النزف إلى آخره. اليوم راحت لعندك كطبيب مختص، اليوم في خطوات رح تتبعها حضرتك بهي الحالة، خلينا نروح لموضوع التشخيص، كيف بيكون، شو هي فيما بعد، كيف تتصرف حضرتك؟ بداية أنا كطبيب أول ما تراجعني سيدة بشكوى نزيف طمثي، هي أهم نقطة أنا لازم سلط الضوء عليها هي أنا أعرف سبب النزف. سبب نزفي هو كان بسبب قصور غدة درقية، أو نزفي بسبب كيسات على المبايض، نزفي هو بسبب معاناة حمل عم تتناولها السيدة، هل هو سبب نزفي من لولب هي مركبته أساساً السيدة، وأسباب عديدة.
بس انا بدي هون انا انتبه، هل هو تشخيصي ورم ليفي او لا؟ ولكن لازم انا كطبيب نسائي اضع الليف في ذهني دائما، لانه هو من الشكايات الشائعه. فانا اول اجراء انا بعمله هو كونه هي اساسا هامله حالها، فاول اجراء انا بعمله هو اختبار بسيط اللي هو اختبار الدم السي بي سي، حتى انا اعرف مستوى الخضاب عندها وكيف مؤثر اساسا الليف عندها وموصله لقيمه الخضاب هذا. فانا بعمل تحليل خضاب، بطلب تحليل غده درقيه حتى انا انفي اذا كان السبب هو من الغده الدرقيه او لا، بالاضافه للاجراء الابسط هو المتواجد بكل العيادات النسائيه اللي هو الايكو. فالايكو يعتبر وسيلة تماما، فهو وسيله تشخيص، فهو وسيله تشخيص الاكيد للليف او الالياف على الرحم. قادر من خلال انا الايكو اعرف موقع الليف، اقدر احدد حجمه، وبنفس الوقت انا اتخذ تدابير علاجيه اعتمادا على الايكو. فهون انا باكد على انه الايكو عمل ثوره بتاريخ الطب وخصوصا بمجال امراض نساء، فانا قادر من خلال الايكو شخص الحاله. طب دكتور، بعد ما تعرفنا اكثر على الليف عن تظاهراته وعن وسيله تشخيصه بالايكو، خلينا نتعرف من حضرتك عن سبل العلاج. بدايه اهم خطوه هي لازم نوه على انه بالليف السيده هي تدخل ضمن الخطه العلاجيه، بمعنى راي السيده مهم وحالتها ككل كمان مهمة. في بعض السيدات هي أساسا بدي أنا أعرف هل هي أساسا ترغب بالإنجاب أم لا ترغب بالإنجاب، هي وقفت ما عاد بدها تنجب أكثر. بداية علاجه بشكل أساسي بيختلف، كمان بيعتمد على غير حالتها للسيدة إذا هي ترغب بالإنجاب أو لا. اثنين، شدة الأعراض، قديش هي عم تعاني من الأعراض، هل هي تعاني من فقر دم خفيف، هل هي ما عم تعاني أساسا من أعراض شديدة. ثلاثة، بالإضافة إلى ثلاثة، هل هي أساساً طبقت علاجات سابقة؟ نعم. بعض السيدات بتجيني هي أساساً طبقة علاج دوائي وما استفادت، فهذا كمان بيلعب دوره. أربعة، العمر كمان بيلعب دوره، كل ما تقدمت السيدة بيختلف تدبيرها، مثلاً السيدة اللي عمرها 40 غير تدبير السيدة اللي أساساً عمرها 20 و30. فمعناها هون أنا بدي أنا أعرف شو هي العلاجات. أول شيء العلاج الدوائي، بدي أنا أعاكس آلية الطمث مثل ما أنا ذكرت، هو أساسه بيستروجين، فأنا بعاكس الاستروجين بعطيه الهرمون المعكس له اللي هو البروجسترون. واحدة من الآليات العلاجية هي العلاج الدوائي. دائما ممكن في بعض الحالات أنا ألجأ للعلاج الجراحي. العلاج الجراحي يقسم لشقين، يا أما أنا بدي استأصل الليف بحد ذاته، وأنا هون شو بكون عملت؟ حافظت على الرحم. أو الآلية الثالثة إني أنا أشيل الرحم بالكامل. وهون في بعض الحالات أنا بحافظ على المبايض. وموضوع استئصال الرحم هو ليس كلمة في التم، فهو بيحمل بجانبه جانب نفسي كبير عند السيدة. مثل ما أنا بعرف الرحم هو عضو نبيل، وفقدان الأنثى لرحمها فهي تفقد ثقتها بنفسها كأنثوية تماما. يعني طيب دكتور، ايمت أنت اليوم كطبيب بتشخص هاي الحالة وبتقول اليوم أنا بدي أدخل غرفة العمليات واليوم عنا استئصال للرحم؟ تمام، يعني بيكون هذا الحل النهائي عند حضرتك؟ اولا بحالات انا برغب، يعني انا بفضله باكيد هو ما هو موضوع شخصي، هو موضوع طبي بحت. اول شيء في حال اذا كان عمر السيده متقدم، اثنين خبرت انه هي ما عاد عندها رغبه بالانجاب، فهي اساسا خلص فقدت وظيفتها الانجابيه، ما عاد بدها، حصلت على قدر كافي من الولادات. ثلاثه، بحال وجود اعراض شديده غير مستحمله، يعني عندها نزف طمثي عانت منه من شهور وسنين، فأعراضها شديدة، وجود أعراض انضغاطية شديدة هي غير قادرة أنها تتحملها، الورم الليفي وصل لأحجام كبيرة، بنفس الوقت سبب لها آلام شديدة غير مستحملة. هدول كمان بالإضافة لأنه ممكن بعض الحالات هي بتكون أساساً طبقت العلاج الدوائي وما استفادت عليه فترة 6 شهور لسنة وما استجابت على العلاج الدوائي، وقتها أنا بفضل وبحبذ أني أنا أقوم باستئصال الرحم. وبس لنوه أني أنا ممكن في بعض الحالات حافظ على الملحقات منها بالمبايض، أنا صح شلت الرحم لكن انا بدي احافظ على المبايض مشان انا امن ما تدخل بسن الياس بسن مبكر، وبنفس الوقت انا بعرف لحتى انا امن هرمون استروجين كافي ضمن هي الفتره، لانه هرمون الاستروجين هو من الهرمونات المهمه جدا بالوقايه من الجلطات، بالاضافه الى الوقايه من المشاكل العظميه. طب دكتور، خلينا نروح للسيدات الحوامل، هل ممكن انه تعاني السيده الحامل من الورم الليفي، وهل ممكن في حال حدوث هذا الشيء انه ياثر على الجنين؟ اكيد، بكل تاكيد في علاقه وطيده جدا ما بين الاستروجين وحاله الحمل والورم الليفي. ومثل ما نوهت اساسا الورم الليفي يعشق الاستروجين، فوين موجود استروجين انا حنمو اكبر، ولكن ضمن عوامل مساعده اخرى وباليات مجهوله مثل ما ذكرت. فبحاله الحمل انا هرمون الاستروجين هو هرمون اساسي وموجود وباقي، فمعناها انا بدي انتبه، طالما الاستروجين موجود بالحمل فمعناها الورم الليفي من المنطقي انه يكبر بسبب وجود الاستروجين اللي عم يغذيه، فممكن الورم اللي فيه يكبر ويصل لاحجام كبيره. فهون انا انتبهت انه الحمل كيف اثر على الورم اللي فيه؟ كبر له حجمه بسبب وجود الاستروجين. طب كيف الورم اللي فيه بحد ذاته حيأثر على الحمل؟ بعده حالات، رقم واحد ممكن يسبب لي اجهاضات متكرره، لانه مثل ما ذكرت هو اساسا اذا كان موجود بقلب البطانه حيسبب اجهاضات متكرره، فيسبب للسيده حاله من العقم ممكن في بعض الحالات. اثنين، ممكن بالاضافه للاجهاضات اللي انا ذكرتها، اثنين ممكن يسبب لي مجيئات معيبه بالولاده. فممكن شو يعني دكتور؟ تماما، انا بدي اعتبر انه انا عندي جوف كبير بهي الغرفه، وفي عندي حجره كبيره،
فمنطقيا شو رح يعمل الورم اللي في هذا؟ رح يغير من مجيئه، رح يغير من توضعه الاساسي، حيغير من تركيبته، حيخليه بمجيء مقعدي او يخليه بمجيء مطرد، فتكثر المجيئات المعيبه بسببه. ثلاثه بسبب لي مخاض مسدود او مخاض عسير، فبتلاقي السيده خاصه اذا كان موجود الورم الليفي بمخرج الولاده اللي هو العنق، اذا موجود تحت فهو حيسبب لي صعوبه بالولاده. اربعه بسبب لي نزوف، انا بسميه نزوف عطالي بعد الولاده، فمن الطبيعي اذا هو اساسا بيسن النشاط التناسلي يسبب لنا نزف طنفي، فكيف خلال الولاده؟ فحيسبب صعوبه بانقباض اوعيه الرحم، اوعيه الاوعيه المغذيه للرحم بعد الولاده، فممكن يسبب لنا نزف عطالي، وممكن يسبب لي ارتكاز مشيمه معيب، فالمشيمه ما عاد ترتكز بمكانها الطبيعي، لان هي اساسا بترتكز المشيمه بقعر الرحم، فبحال وجود ورم ليفي حيدفش ويغير مكانه لمكان اخر ويسبب لي مشاكل بسبب هذا الشيء، ممكن يسبب لي ببعض الحالات انفكاك المشيمه، انه المشيمه تنفك، وبالاضافه اخيرا الى تحدد نمو جنين، فبيجيني الطفل بحجم اصغر من حجمه الطبيعي. فهون انا قديش بنتبه، لانه الورم اللي فيه هو مشكله قائمه بحد ذاتها ان لم تشخص وان لم تعالج بشكل باكر. يعني ضويت على نقطه حكي من خلال كلامك، انه ممكن الحمل يكمل ولكن الجنين يكون حجمه صغير، يعني لانه يعني كثير بنسمع انه صبايا طلع لي البيبي بس انتبه الدكتور، يعني بالصدفه القصه صارت انه في ليف عمليه. طب بعد كل هدول الشيء اللي حكيناه، في توصيات اكيد من حضرتك لبروتوكول العلاج، شو حابب تضوي عليها؟ اكيد بدايه لازم انا انتبه، لانه اي شكايه مو بس السيدات، اي شكايه ممكن يعاني منها اي انسان، انه يراجع طبيب مختص بهذا الموضوع. فاي سيده بتعاني من نزف طمثي هي ما تسكت عن الموضوع، لانه اساسا النزف الطمثي هو بوابه لكثير من المشاكل، منها مشاكل دمويه وقلبيه. فعدم اهمال اي شكايه خصوصا اذا بما يتعلق بالنزف الطمثي، بالاضافه لحس الالم اللي بتعاني منه، فيجب عدم اهماله بشكل اساسي. اثنين، بحال وجود اي عوامل مؤهبه من اللي ذكرتها، سيده اساسا عندها قصه عائليه، او سيده انا طفيت فكره مهمه اللي هو دواء التاموكسيفين اللي هي اللي بتتناوله السيدات اللي كانت اساسا عندها سرطان الثدي وتعالجت من سرطان الثدي، فهي بتستعمل دواء يسمى بالتاموكسيفين، فالتاموكسيفين هذا واحد من الشغلات اللي بتحرض الرحم مع تكوين الالياف. فانت كسيده عندك سرطان ثدي عم تعالجيه بتاموكسيفين، انتبهي لموضوع الاورام اللي فيه او الالياف. ثلاثه، بحال وجود عوامل خطر مثل ما ذكرت، تراجع طبيبه نسائيه. بنفس الوقت هي لما تشخص اساسا بليف على الرحم، تضل متابعة، ما تهمل الحالة لحتى تكشف إذا هو أساساً طرأ عليه تغييرات أو كبر بحجمه أو صار عليه أي تغير. في حال لاحظت نموه السريع فهذا قد يشير إلى خباثة، ولكن هو بشكل نادر، فيجب دائماً المتابعة مع طبيب مختص وعدم إهمال الحالة. طيب أكيد دكتور بدنا نشكر حضورك معنا، المعلومات اللي قدمتها، أكيد بدنا نتمنى السلامة للجميع. بقية شكرا النهار حلو لك، وشكرا لاستضافتكم الكريمة، وبتمنى السلامة لجميع السيدات. شكرا لحضرتكم. شكرا دكتور خالد لحضورك اليوم، تحياتنا من خلالك لأهالينا بمحافظة الحسكة، وشكرا كثير للمعلومات اللي قدمتها. بصحة وسلامة للجميع الإناث، أهلا وسهلا بحضرتك.